أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نستأنف بارت 2 في الـ Male Reproductive System. كنا توقفنا في بارت 1 عند الـ Functions of تستوستيرون، وكنا قلنا في الفانكشنز اوف تستوستيرون ان معظم الطلبه بيبداوا بالماسكولينايزنج افكتس، وده ربع الاجابه، لان التستوستيرون يعني في حياه الميل بيبان مرتين، مره هو جنين ومره في الادلتود في فتره البلوغ. فاذا لازم تتكلم على الفانكشن اوف تستوستيرون في الانتراترين لايف وفي الادلتود. في الانترتراين لايف قلنا في ثلاث حاجات بحرف الدي، ان هو مهم للديفلوبمنت اوف ذا ميل سكس اورجان، مهم للديفرنشيشن اوف ذا برين نمره 2، وثالث دي الديسنت اوف تستس. طيب نيجي بقى في الادلتود ما تركزش على الماسكولينايزنج افكتس فقط، ده مش مظبوط. يعني ما تنساش الجنرال ميتابوليك افكت اللي اهمها البروتين انابوليزم، لما قلنا ان الصحه في الشباب بتعزى للتستوستيرون للسكس هرمونز. طيب فنستنف فضلنا البارت 2 هيبقى اقصر قليلا. فاحنا الفكره كالاتي، الاريكشن ده ممكن يعني بيتسال كاسئله او في المالتيبل تشويس، الإريكشن والإيجاكيوليشن، وده كلام على فكرة كنا قلناه في الأوتونوميك نيرفس سيستم، بس هنقوله بتفصيل أكثر قليلا النهاردة. فالإريكشن اللي هو الانتصاب is a vascular phenomenon، ظاهرة وعائية، يعني أنت في دم بيتدفق أكثر للعضو فحجم العضو بيزيد، وده وظيفة الباراسيمباثاتيك نيرفس سيستم، على وجه التحديد البلفيك نيرف اللي هو بيسموه لأهمية هذا الإريكشن نيرفاي إيريجانس. طب مين الكيميكال ترانسميتر؟ ده جديد، احنا في الأوتونوميك كنا بنقول الكيميكال ترانسميتر إز أسيتايل كولين، إنما النهاردة بنضيف تو كيميكال ترانسميترز تانيين اللي هو الفازو أكتيف إنستاينال بيبتايد والناتريك أوكسايد. وكنا هذا الناتريك أوكسايد تحدثنا عليه في السيركوليشن مع المواد اللي بتطلع من الاندوثيليوم. ده بالنسبة للإيركشن. نيجي للإيجاكوليشن، برضو في الإيجاكوليشن هنضيف إضافة صغيرة على اللي خدناه في الأوتونوميك، أن الإيجاكوليشن حقيقة الأمر بتنقسم إلى قسمين، إيميشن وإيجاكوليشن بروبر. أن الميل يفضي السيمن في اليوريثرا، احنا عارفين مكونات السيمن جايه 60% من السيمن الفيسكل، 30% من البروستيت، الكوبرز جلاند 5%، انه يفضي المكونات دي في اليوريثرا نسمي ده ايميشن. انما انه يفضي الحاجات دي اوتسايد ذا يوريثرا، بره اليوريثرا، ده نسميه ايجاكيوليشن بروبر. الايميشن اللي هو ان احنا نعمل موفمنتس اوف سيمن ان يوريثرا، ده وظيفه ال sympathetic nervous system اللي هما مين فاكرينهم يا ولاد؟ كان الليسر سبلانكينيك نيرف، لان ده اللي بيغذي البلفس، وانت عارف الاعضاء موجوده في البلفس، الاعضاء التناسليه. حتى قلنا ان تو ليسر سبلانكينيك نيرفز بيتحد في عصب واحد ماشي قدام السيكرم ونسميه بري ساكرال نيرف. يبقى الايميشن اللي هي الموفمنت اوف سيمن ان يوريثرا، ده وظيفه السيمباثيتك اللي هو الليسر سبلانكينيك نيرفز اللي بيتحد عشان يدوا البري ساكر. اما الايجاكوليشن بروبر ان احنا الموفمنت اوف سيمن اوت سايد ذا يوريثرا، فده بيحصل عن طريق ريفلكس كونتراكشن اوف ذا بالبو كافرنوزس ماسل. طيب نستأنف وعندنا موضوع اللي هو البيوبرتي.
او قبل البيوبرتي عندنا موضوع مهم اللي هو الابنورمال تيستيكولار فانكشنز. ابنورمال تيستيكولار فانكشن اول حاجه عندنا حاجه مهمه جدا في الطب يا اولاد اسمها كريبت اوركايديزم. انا كنت قلت لكم ان الكريبت افتكروها في الهيستولوجي ان تملي الكريبتس دي بتبقى معناها هيدن حاجه يعني مستخبيه جوه خالص في الجلانس. اورك يعني خصيه وايزم يعني مرض. يبقى مرض الخصيه المختبئه ده لو ترجمناها حرفيا كريبت يعني هيدن اورك يعني خصيه وايزم يعني مرض اللي هو مرض الخصيه المختبئه اللي هو الاندسند تيست. تصور معلومات طريفة جدا يا اولاد 10% من نيوري بورد انفانتس بيبقوا عندهم undescended tests لكن by the age of one year 2% بس بيفضلوا عندهم undescended tests. لما نوصل puberty بيبقى 0.3% وبينزلوا لوحدهم. يعني انت يوم يعني مش عاوزك تتخض لما نولد بيبي ميل ونلاقي السكروتم فاضي. 10% من النيولي بورن بيبيز بيبقى عندهم undescended test ما تخضش الام. بعد سنه واحده 8% من 10% هينزل 2% بس باي ذا اند اوف ذا فيرست يير. باي بيوبرتي بتبقى هم دول اللي عندهم مشكله 0.3. طب ما هو تاثير undescended test؟ انا قلت وبقول وهقول ان الاندستندد تيستكلز معناها ان التيستكلز موجوده في درجه حراره 37. التيستكلز هاف جوت تو فانكشنز اكسوكراينال فانكشن اللي هي سبرماتوجينيس دي قلنا فيري فراجايل فانكشن يعني ما تشتغلش غير لو التيستكل بره الجسم في درجه حراره اوبتيمم 32 لكن لو التيستكل جوه مفيش سبرماتوجينيس الاكسوكراينال فانكشن دي مش موجوده. طب لو تيستكل واحده ما نزلتش مفيش مشكله لان الانسان يحتاج الى مش حتى تيستكل نص تيستكل. لكن المشكله لو التو تيستكلز ما نزلوش يبقى خلاص بقى يبقى مفيش سبرماتوجينيس يبقى ستيريلتي. بينما قلت الاندوكراينال فانكشن اللي هي التستوستيرون برودكشن وعليه ظهور خواص الذكوره النورمال ميل كاركترز دي مش سنسيف ممكن تحصل في درجه حراره 32 في التستكل اللي موجوده في السكروتم بره الجسم وحتى لو التستكل موجوده في الابدومين undescended حيث درجه الحراره 37 برضه هتطلع تستوستيرون وهيحصل نورمال ميل كاركترز. وده سؤال مهم جدا. طب واحد يقول لي طب افرض في تيستكل واحده بس ما نزلتش يبقى خلاص يبقى الشخص ده هيخلف لان عنده تيستكل تحت هتعمل له سبرماتوجينيسيس والتستيرون برودكشن زي الفل. ومع ذلك يا اولاد بنحرص ان احنا ننزلها حتى لو تيستكل واحده. واحد سالني ليه؟ عشان التيستكل لو قعدت في الابدومين بيبقى فيه هاي انسيدنس اوف كانسر تيست يعني احتمال ان يحصل فيها كانسر عالي جدا عشان كده بنحرص على انزالها. طيب النقطه اللي بعد كده الديسنت اوف تيستس ديبندز على ايه؟ بيعتمد على حاجتين الموليريان انهيبيتنج سبستانس والدايهيدروتستيرون او مجازا هنقول التستوستيرون بس احنا عارفين الاكتيف فورم اوف تستوستيرون هو الدايهيدروتستيرون اوعى تنسى. يبقى الديسنت اوف تيستس لا يعتمد على التستيرون انما على الدي اتش تي اللي هو الدي على الدي ما تنساهاش. الديسنت اوف تيستكلز بيعتمد على الدي اتش تي اللي هو الداي هيدرو تستوستيرون بالاضافه للموليريان انهيبيتنج سبستانس. طبعا احنا لازم التيست لو ما نزلتش ننزلها قبل ما يحصل بيوبرتي يعني بمعنى اخر قبل ما يحصل ديجنريشن في السبرماتوجونيا وتتوقف عمليه السبرماتوجينز. ازاي بقى بنعالجها؟ طب احنا بندي جونادوتروبينز ما هو جونادوتروبينز هتخلي اللي هو من ضمنهم ال اتش
هتشتغل على التستكل تطلع تستوستيرون اللي هيتحول بالفايف الفا ريدكتيز الى دي اتش تي. طب افرض كان في ميكانيكال اوستراكشن، يعني حاجه بتعوق نزول التسك، في الحاله دي لابد نعمل سيرجيكال تريتمنت. ساعات يبقى في حته فايبرس باند كده في الانجوينال ريجن، او اسف الانجوينال كانال، بتعوق نزول التسك، ففي الحاله دي نحتاج سيرج. ده مرض مشهور جدا اللي هو الكريبت اوركايديزم. اهم معلومه يا اولاد اوعى تنسى انه 10% من النيولي بورن بيبيز بيتولدوا عندهم اندستد تيست، فما تخضش الام. طيب نيجي المرض الثاني اسمه هايبوغوناديزم، يعني مرض نقص وظيفه الجونات. هنقسمها الى نوعين. لو الخلل في التستكل نفسها اللي هي البرايمري سكس اورجان نسمي ده برايمري هايبوغوناديزم، انما لو ان التستكل ما بتشتغلش لان البيتيوتري ما بتديهاش جونادوتروبينز، او الهايبوثالاموس ما بتطلعش جونادوتروبين ريليسينج هرمون، يبقى الخلل في التستكل سكندري الخلل في البيتيوتري او الهايبوثالاموس، فيسموه سكندري هايبوغوناديزم. طيب نبتدي بالبرايمري هايبوغوناديزم اللي هو الخلل في التسك. هنقسم دوره الى نوعين، يا اما كومبليت يعني التسكل لا تؤدي لا الاكسوكراينال فانكشن للسبرماتوجينسيس ولا بتطلع تستوستيرون. طب وده المثال ايه؟ كاستريشن الخصي، واحد شالوله الخصيه زي ما كان المماليك زمان عشان يجيبوا الغلمان، عاوزينهم يقوموا على خدمة النساء بتوع المماليك ومش عاوزين يبقى عندهم رغبة جنسية خالص، فكانوا ياخدوا الغلمان دول ويحولوهم إلى خصيان، يخصوهم يعني يشيلوا بوث ديسكلز. ده يسموه كومبليت برايمري هايبوغوناديزم، يبقى مفيش تسكل خالص، يبقى تسكل فقدت الوظيفتين الاكسوكراينال سبرماتوجينسيس والتستيرون برودكشن. لكن ممكن يبقى بارشل زي ما لسه قايلين الكريبت اوركايديزم، مرض الخصية المختبئة، هنا الخصية هيحصل لها فشل جزئي مش هتعمل سبرماتوجينس، لكن زي ما قلنا هتطلع تستوستيرون وبالتالي الميل سكس كاركترز هتبقى زي الفل. تبقى فاهم؟ يبقى البرايمري نوعان، يا كومبليت زي الكاستريشن الخص او زي الخصيان، او بارشل زي الكريبت اوركايديزم. طيب نيجي بقى هناخد الخصيان اللي هم يسموهم إينوكايديزم. طيب الشخص ده هل الكاستريشن حصل له بيفور بيوبرتي ولا حصل افتر بيوبرتي؟ يعني التسكلز اتشالت قبل البيوبرتي زي قلنا في الخصيان في حاله المماليك، او حصل فيها مشكله مرضيه واضطرينا نشيلها افتر بيوبرتي؟ تفرق. بحب نفكر الولاد بطريقه لطيفه قوي، بقول افرض ان انا ما قريتش موضوع الكاستريشن ده خالص، يعني قلت ده موضوع مش مهم وفوجئت جالي، وده ما بيجيش على فكره. انما انا قلت واحد من اهم، احنا عندنا في الميل في سؤالين مهمين جدا، الفانكشن اوف تستوستيرون والفاكتورز افكتنج سبرماتوجينز، يمكن استنتاج تاثير الكاستريشن من الفانكشن اوف تستوستيرون. فاكر كنا قلنا الفانكشن اوف تستيرون هندور بقى هنا ايه بعد الولاده، لان احنا خلاص الكاستريشن ده بعد الولاده بقى انسى النيونيت انسى الانتراتراين لايف. بعد الولاده كنا قسمناها لحاجتين، الفانكشن اوف تستوستيرون فانكشن على التارجت اورجانز اللي هي الماسكولينايزيشن، وبعدين الجنرال ميتابوليك افكتس اللي هي كان اهمها بروتين انابوليك افكت على البونز والمصل. يبقى الطالب ذكي عمره ما سمع عن القصة وقالوا له ما هو تأثير الكاستريشن، شوف التستوستيرون بيعمل بعد الولادة ايه واعكس. طيب نمسكهم واحدة واحدة. التارجت اورجانز كنا قسمناهم الى برايمري سكس اورجان اللي هو التستكل، سكندري سكس اورجانز اللي هو كل حاجة ما عدا التستكل، وسكندري سكس كاركترز. فلو شلت التستكلز بوث تستكلز قبل
البلوغ بيفور بيوبرتي شيلت موست ريسكس، يبقى ستيريليتي هيخلف ازاي. طب السكندري سكس اورجانز دي كانت بتنمو بتاثير التستوستيرون، يبقى دي ريمين انفانتايل. يبقى حجم السكندري سكس اورجانز البينيز والسكروتوم وما شابه كانه بتاع رضيع. طب السكندري سكس كاركترز دو نوت ابير، طبعا الحنجره بقى والصوت التخين وتوزيعه الشعر والقلنا اللي هو هيبقى برود شولدرز ونارو بيلفيس، كل ده هيبقى مش موجود. فالسكندري سكس كاركترز هتبقى لايك فيميل، يعني الفويس هيبقى هاي بيتش، ما هو اللارينكس كبرتش، الهير التوزيع زي الفيميل، هتبص تلاقي السكالب هير عنده كتير زي البنت، والفيس والبادي هير قليل، والبيوبيك هير بتاعه بدل ما هو تراينجولر وذ ايبكس ابورز هيبقى تراينجولر وذ بيس ابورز. طيب نيجي على البونز، ما احنا قلنا ان التستيرون كان بيعمل حاجتين، بيعمل جروث سبيريت وكلوجر ابيفيز، والاهم كلوجر ابيفيز، يبقى مش هيلحم. فهنبص نلاقي الخصيان دول بيبقوا طول ستيتشر يعني اطول. وحكيت لكم القصه لما تخيل ان احنا جبنا ايدنتيكال توينز، يعني المفروض يبقى له نفس الطول وخاصينه واحد فيهم، الشخص ده اللي هو عنده كاستريشن يبقى مش هيحصل عنده يونيون بيفيز، يبقى اطول. طب ونيجي والماسل بتاعته هتبقى ويك، يبقى يمكن استنتاج تاثير الكاستريشن من الفانكشن اوف تستيرون. امتى الفانكشن اوف تستيرون؟ كنا قسمناها في انتراتورين لايف وبعد الولاده في البيوبرتي. طبعا انتراتورين لايف خلاص خلص، يبقى ركز في الحته بتاع البيوبرتي اللي هي الماسكولينيزيشن اللي هو الفانكشن على التارجت اورجانز، ونمره 2 الجنرال ميتابوليزم. التارجت اورجان هيقسمها برايمري سكس اورجان، سكندري سكس اورجانز، سكندري سكس كاركتر. شلت بوست تسكل مفيش تسكل، يبقى برايمري سكس اورجان مش موجوده، هيبقى ستريلتي. السكندري سكس اورجانز ريمين انفانتايل هتقعد صغيره، والسكندري سكس كاركترز مش هيبقى عنده الظواهر الرجوله، هيبقى زي البنت، الشعر بقى عنده السكالب هير كتير، مفيش فيس وبادي هير، والبيوبيك هير بيبقى زي ما قلنا اللي هو ستريت الترانجل وذا بيز ابورز، والصوت طبعا هيبقى هاي بيتش فويس زي البنت، اللارينكس ما كبرتش. خلاص كل خواص الفيميل هنلاقيها في هذه الحاله. وبعدين بدل ما يبقى زي السبعه كده الولاد بيبقوا سبعات، برود شولدرز ونارو بيلفيس، يبقوا زي البنات اللي هو نارو شولدر ووايت بيلفيس. افرض بقى يا اولاد ان شلنا التسكلز في واحد حصل له كانسر واضطرينا نشيل بوث تسكلز بعد البيوبرتي، يبقى هنقول نفس العناوين على 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 التارجت اورجانز، برايمري سكس اورجانز، سكند سكس اورجانز، سكند سكس كاركترز، وبعدين البونز والاذرز. فهنبص نلاقي شلت بوث تسكلز واحد كبير يبقى ستريلتي. طب نيجي على السكندري سكس كاركترز اللي هم البينيز والسكروتم، هنا بقى نقطه مهمه جدا، ليتل ريجريشن، يعني هيصغروا حاجه خفيفه، يعني حاجه سيكولوجيه ربنا بيعملها. مش معقول راجل شال له بوست سكيلز ويفاجئ تاني يوم ان البينيس بتاعه بقى صغير والسكروتم صغير، لا ليتل ريجريشن. ليه بقى؟ هقولها لكم، ودي بقولها للزملاء الاصغر سنا. التستوستيرون بتاع التسكيل مهم لنمو السكندري سكس اورجانز، لكن المينتنس بتاعهم ان يقعدوا كبار بعد ما كبروا بالتستوستيرون، ان يفضلوا في هذا الوضع البينيس كبير السكروتم كبيره، دي تحتاج كميه قليله جدا من التستوستيرون. طب واحد قال لي بس انت شلت بوست تسكلز، هيجي منين التستوستيرون؟ ان كنت ناسي افكرك، في مكان تاني بيطلع اندروجين في الميل غير التستكلز، اللي هو الادرينال كورتكس على وجه التحديد الزونه ريتيكولاريس بتطلع اندروجين، فبتطلع كميه اندروجين تكفي انه يقعدوا بالحجم معقول. ودي حاجه سيكولوجيه ربنا عاملها، مش معقول واحد كبير يشيله بوست تسكلز وبعدين يفاجئ بين البينيز والسكروتم بالحاجات دي سلمت. خلاص فالسكند سكس اورجانز ليتل ريجريشن. طب السكند سكس كاركترز ريجريس برضو سلولي. طيب نيجي على البونز والماسل، البونز بقى مش هنقول خلاص لحمت، مش هنقول هيطول، يطول ازاي ما هيحصل يونيون بيفيز، انما هي مهمه لقوه العظم، فيحصل له اوستيوبوروزيس زي الستات، ما مشكله الستات
في السن الكبير ان هم لما يبقى في سكس هرمونز يحصل لهم اوستيوبوروز، فهو ده يحصل له اوستيوبوروز ويحصل له ظواهر بالظبط كسن الياس، اللي هي الهوت فلاشز اللي بتيجي في الستات هنقولها مع الاوفرز والريتابيلتي، ويفقد الليبيدو الرغبه الجنسيه ويبقى ديبرست. طيب نيجي المرض التالت بقى. يبقى خدنا اول مرض كريبت اوركايديزم، مرض الخصيه المتبعه، وده اهم واحد. تاني حاجه الهايبوجوناديزم، وقسمناها الى نوعين، لو الخلل في التسك يبقى برايمري، لو الخلل فوق سكندري لان البيتيوتري والهايبوثالاموس مش شغالين يبقى سكندري. والبرايمري قلنا لو التسك مش شغاله في وظيفتها يبقى ده كومبليت زي الكاستريشن. في الاندسندد بتبقى شغاله في وظيفه اللي هي التستيرون برودكشن، والوظيفه الثانيه الاسبرماتوجينيس مش شغاله يبقى بارشال اللي هو الكريبت اوركايديزم. نيجي ثالث حاجه كونجينيتال ديفيشنسي اوف 5 الفا ريدكتيز. لو بيبي ولد اتولد ما عندوش ال5 الفا ريدكتيز يبقى مش هيبقى عنده الداي هيدروتستيرون اللي هو الاكتيف فورم اوف تستوستيرون. ما هو اللي بيحول التستوستيرون اللي هو ليس اكتيف ل5 هيدروتستوستيرون اللي هو مور اكتيف هو ال5 الفا ريدكتيز. لو ما فيش الانزيم ده يبقى مش هيتكون ال5 الفا، مش هيتكون الداي هيدروتستيرون اللي هو الاكتيف فورم، وعليه هتتحور الاعضاء. ما احنا قلنا مين اللي كان بيحور الاعضاء بطريقه ذكريه، السكس ديفرنشيشن، كنا قلنا التستوستيرون والدايهيدروتستيرون، فالاعضاء هتتحور بطريقه انثويه. يبقى هو ذكر، ليه ذكر؟ لان عنده تسك، بس الاعضاء الخارجيه تبدو كانثى. كنا خدناها مع الادرينال كورتكس اسمها سودو هيرمافروديتيزم، سودو يعني كاذب، وهيرمافروديتيزم اللي هو الكائن الخنثى اللي هو عنده تيستكل يبقى هو ميل، لكن الجينيتاليا تبدو كانها بتاعت فيميل فيسموه سودو هيرمافروديتيزم. وحكيت القصه ليه سموها هيرمافروديتيزم من اسطوره هرماخس وافروديت، راجع محاضراتنا في الادريان كورتكس. طيب نيجي بعد كده بقى ناخد، يعني مش هنقدر نعتبره مرض قوي لانها الى حد ما هي حاجه فيسيولوجيه، اللي هي جاينيكوماستيا اللي هو تضخم الثدي في الميل، ديفلوبمنت اوف بريست ان ميلز. فده معنى كلمه جاينيكوماستيا، تضخم الثدي. ماستيا يعني ثدي، وجاينيكو يعني تضخم. يوجوالي الحاله دي بتبقى بايلاترال، لكن بليز افتح ودانك، ميبي يونيلاترال. وساعات ام تيجي لنا عندها طفلها في فترة البلوغ بتحصل الحكاية دي، تلاقي ثدي كبر والثدي التاني ما كبرش، فتتخض بقى. هي عارفة ان في جانيكو ماستيا بس في الناحيتين، غالبا بايلاترال، لكن بقول اهو احنا اطباء بقى ممكن تبقى يونيلاترال، ما تخضهاش بقى وتقول لها دم في ناحية واحدة يبقى دي كانسر او حاجات من هذا القبيل. الجانيكو ماستيا غالبا بايلاترال لكن ممكن تبقى يونيلاترال. طب لها فيسيولوجيكال كوزس ليه؟ يعني يوم يولد البيبي في النيولي بور بيبقى عنده الثدي بتاع البيبي متضخم شويه. بسبب ايه بقى؟ انه مين اللي بيكبر الثدي؟ الايستروجين. يبقى حصل ترانس بلاسنتال باسج اوف ماتيرنال ايستروجين، يعني اتنقل شويه ايستروجين من الام عبر البلاسنتا وراحوا للبيبي فكبروا الثدي بتاعه. تمام؟ طيب نيجي 70%، شوف الرقم عشان تبقى فاهم، 70% من النورمال بويز ات بيوبرتي بيحصل لهم جاينيكوماستيا في فتره البلوغ. طيب وبعدين الرجاله بعد سن 50 سنه بيحصل لهم جاينيكوماستيا. ليه؟ لان بعد سن 50 سنه كميه التستوستيرون بتقل، واحنا عارفين حتى الميل عنده شويه ايستروجين، فالتستوستيرون ايستروجين ريشيو بيتلخبط. يبقى ثلاث احوال فيسيولوجيه فيها الراجل الثدي بتاعه يكبر. يوم يولد في النيولي بور 70% من الولاد في ساعه البلوغ، نمره 2، ونمره 3 الرجاله فوق سن 50 سنه. طب هل ليها باثولوجيكال كوزس؟ ممكن تبقى حاجات باثولوجيكال. كومبليكيشن اوف ايستروجين ثيرابي. ميل ادينالو ايستروجين. واحد يقول لي واحده بتدي ميل ايستروجين؟ ممكن يديله لو كان عنده
ساعات كان زمان الطفل الشخص الشاب اللي عنده سيفير اكني، يعني عنده حب شباب كتير جدا ويعني مشوهه، كانوا يعالجوه بالايستروجين. طب ما هو طبعا لما يديله ايستروجين الثدي بتاعه هيكبر. طيب او بيشنت راجل عنده ايستروجين سيكريتنج تيوب، دي نمره 2، او نمره 3 ليفر سيروزس، لان مفروض الليفر بيحطم الايستروجين. يبقى لما يبقى الليفر في حاله تليف الايستروجين مش هيتكسر، يبقى نسبته تزيد في الراجل فيعمل له جاينيكوماستي. او الديجيتال ثيرابي، لانه الديجيتالس اللي بيستخدموه في علاج الهارت فيلير خصوصا لما يبقى معاها اي اف، يعني هارت فيلير مع اترال فايبريليشن، هذا الديجيتالس دراج له ويك استروجينيك افكت، بيشتغل كانه ايستروجين. يبقى سواء ادينا الراجل ايستروجين ثيرابي او طلع عنده ورم بيطلع ايستروجين او الليفر ما بيتكسرش الايستروجين، ما ثلاثه ليفر سيروز او نمره 4 خد ديجيتالس، في الحاله دي هيحصل خلل في نسبه الايستروجين الى الاندروجين فيجي له جاينيكوماستيا. يبقى ما هي الجاينيكوماستيا؟ ده واحد من اهم الموضوعات في الطب يا اولاد، هي الديفلوبمنت اوف بريست ان ميلز. ديفلوبمنت اوف بريست ان ميلز قلنا يوجوالي بايلاترال، لكن اوعى تنسى نحن اطباء ممكن تبقى يونيلاترال. وخدنا ثلاث احوال فيسيولوجيه بترتيب مراحل الحياه، نيولي بورن، ثم المرحله الثانيه في البلوغ، ثم المرحله الثالثه فوق سن 50. وخدنا اربع اسباب باثولوجيه مرضيه، اللي هي واحد بياخد ايستروجين ثيرابي، راجل بياخد ايستروجين ثيرابي او عنده ورم بيطلع ايستروجين، او الليفر تليافت فما بتكسرش الايستروجين، ثلاثه او نمره 4 بياخد ديجيتالس. طيب نيجي بعد كده عندنا البيوبرتي، البلوغ. البلوغ اللي هو بيحدث في ميل ما بين سن 11 و 12 سنة يبتدي، وانز عن سن 13 ونص. خلاص الولاد بيتأخروا شوية، بيبتدي سنة ونص ليتر البلوغ، اللي هو الجروث بيريد، اللي هو انطلاقة النمو. دلوقتي البلوغ سببه ان، يعني ايه، ما هو تعريف البلوغ؟ ان الجونات تحت تأثير الجونادوتروبينز بتاعت البيتيوتري بتماتيور بحيث تقدر تبقى كيبابل اوف ريبرودكشن، التكاثر. ادي البلوغ، ان الجونات under the effect of gonadotropins بتاعت البيتيوتري is mature enough for reproduction، الشخص يقدر يتجوز ويخلف. طب في شويه تعبيرات جميله قوي لسه بعرفينها في الام اس كيو. منارك، ما هو المنارك؟ هو الفيرست منسترال سايكل، يعني اول دوره شهريه تيجي للبنت يسموها منارك. خلاص، ودي على فكره حدث مهم جدا في حياه اي بنت. تخيل بنت طفله وفوجئت بان عندها نزيف مهبلي، فعشان كده حتى الام الذكيه قبل ما يحدث الحدث دي عشان البنت ما تخضش تؤهلها نفسيا ان هيحدث الحكايه دي لما تكبري، ما تخضيش يا بابا لما تلاقي عندك فاجينال او فاجينال بليدنج. يبقى المنارك هو الفيرست منسترال سايكل. طب الثلارك ده الديفلوبمنت اوف ذا بريست، ان البريست يبتدي يكبر في الفيمين. طب البيوبارك الديفلوبمنت اوف بيوبيك هير، اللي هو قلنا في الولاد بيبقى البيوبيك هير ترانجل الايبكس ابورز توارد امبلايكس، انما في البنات البيوبيك هير بيبقى بالعكس ترانجل وذ ذا بيز ابورز، بس البيز بقى بيبقى تحت خالص فوق يعني تحت الامبلايكس بكتير قوي. الادرينارك اللي هي ان الادرينال كورتكس تبتدي تطلع ادرينال اندروجين. خلاص، ده هو الادرينال. يبقى دول اربع تعبيرات تبقى عارفها. قلنا الاول ما هو البيوبرتي؟ ان الجونادز under the effect of gonadotropins تبقى ماتيور انف فور برودكشن. وبعدين خدنا اربع تعبيرات بييجوا في الام اس كيو. منارك اللي هي الفيرست منسترال سايكل، دي اهم واحده، ركز في دي، هي دي اللي بنسال فيها. المنارك هو الفيرست منسترال سايكل، انما الثيلارك الديفلوبمنت اوف ذا بريست، بيوبارك اللي هو الديفلوبمنت اوف بيوبيك هير، ادرينارك ان الادرينال
كورتكس تطلع انرجي. وقلنا انه الجروس سبيريت اللي هو البلوغ بيبتدي في الفيميل بدري شويه عن الميل بسنه ونص. الفيميل بيبلغوا اسرع شويه عن سن 11 ل 12 سنه وينتهي البلوغ بتاعهم بيبقوا بالغين تماما عن سن 13 ونص. الولاد بيتاخروا سنه ونص. طب نيجي الكوزس اوف اونست اوف بيوبرتي. في اسباب كثيره بتحكم هل الشخص يحصل له بلوغ يعني بدري شويه او متاخر شويه. نمره واحد جينيتك فاكتور، يعني عامل جيني. في شعوب الجينات بتاعتها بتخليها تبلغ الشباب بتوعهم بدري شويه او متاخر شويه. طيب هنا بقى الكورليشن بتوين المذر اند دوتر منارك، يعني الام جالها امتى اول منسترال سايكل والبنتها يجي لها اول منسترال سايكل امتى. لقوا العلاقه دي لوس مش قويه قوي، يعني مش شرط ان لما الام يجي لها الدوره الشهريه بدري ان بنتها تحصل في نفس السن. بنقول ليه الكلام ده؟ عشان الام لو اتخضت احنا وظيفتنا كاطباء نفهمها ان ده مش شرط. مفيش علاقه حميميه او قويه ما بين المنارك في المذر والمنارك في هير دوتر. طيب الجيوغرافيك لوكيشن اكسبوجر تو لايت، الاكسبوجر تو لايت ده مهم جدا. البلاد المشمسه زي بلادنا بيبقى البلوغ فيها اسرع من البلاد اللي ما بتشوفش الشمس. وانا احكي لكم حاجات لطيفه، انتوا بتقولوا بنفتكر الحكايات وبننسى المعلومات. في مزارع الدواجن البياضة، يعني لما الدواجن اللي هي بيخلوها بيض، لو رحت هناك هتلاقي العنابر، معلومة طريفة اهي في فقر المعلومات العامة، بيولعوا فيها الضوء 23 ساعة في اليوم، يعني في 24 ساعة العنابر مضاءة 23. عارف ليه؟ لأن لقوا إن الضوء بيزود الخصوبة زي ما في الإنسان بيزودها في الدواجن. ففي الحالة دي الدجاجة تدي 6 بيضات في الأسبوع بسبب الإضاءة. طب هديك مثال حكاية تانية. لقوا إن البنات اللي بتشتغل نايت ديوتيز، يعني بتشتغل ممرضة مثلا بالليل أو في طيارة في رحلات طويلة ليلية، فطبعا بنطفي الأنوار في الطيارة أو في العنابر بتاعة المرضى بالليل عشان المرضى يناموا. وإذا البنات اللي قاعدة في الشغل بالليل دي ما بتعرضش للإضاءة، وتيجي تاني يوم الصبح ما هي تعبانه بقى، كان عندها ورديه ليل تنام، يبقى الاكسبوجر بتاعها للضوء بقى قليل قوي. فلقينا ان البنات دي بتتاخر في ان يجي لها المنارك. طيب نمره 4 الستيت اوف نيوتريشن. طبعا التغذيه مهمه جدا، لو التغذيه قليله ده رب، ودي من رحمه ربنا، لانه افرض في مجاعه، تخيل بقى لو في اثناء المجاعات دي البنت بقى عندها بيوبرتي وهتبقى ممكن تبقى حامل وترضع. الله، طب ما ده هيحط بيردن في واحده اوريدي مش لاقيه تاكل. فمن عظمه الخلق والخالق ان عشان الواحد يدي، ما هي الام دي او البنت هتدي البيبي سواء بالحمل او بالرضاعه، لازم يبقى هي اوريدي عندها انف يعني نيوتريتيف فاكتورز. خلاص، فيبقى الستيت اوف نيوتريشن، البادي كومبوزيشن والفات ديبوزيشن. لقوا بقى الحاجات دي بتقلل البلوغ، اللي هو الهيفي اكسرسايز، البنات اللي بتلعب رياضه عنيفه جدا، او صدق ولا تصدق الماركت اوبيستي او الانوركس، واحده رفيعه جدا، في الحالتين بيتاخر عندها بيحصل لها ديلي في المنستريشن. طبعا الماركت اوبيستي لانها بتنقص الليبتين، والليبتين ده مهم جدا في البيوبرتي. والانوركسيا اللي هي عدم الاكل، واحده بس عندها انوركسيا نيرفوز رفيعه جدا جدا، في مرض مشهور اسمه انوركسيا نيرفوز، نلاقي بيتاخر. يبقى البيوبرتي بتتاثر بجينيتك فاكتور، ولكن هذا لا يعني ان في علاقه قويه ما بين المنارك بتاع المذر وبنته، لا. الجيوغرافيك لوكيشن والاكسبوجر تو لايت ده مهم جدا، وحكيت لكم عنه قصص. نيوتريشن نمره 4، والبادي كومبوزيشن والفات كومبوزيشن. انما بيبقى انا عاوز اقول لكم حاجه يا اولاد، ان البيوبرتي دي بتبتدي في الهايبوثالاموس. البيوبرتي دي مسؤوليه الهايبوثالاموس،
ان امتى هيحصل بيوبرتي؟ لما الهايبوثالامس تبتدي تطلع جونادوتروبين ريليسنج هرمون، فالبيتيوتري تستجيب انها تطلع جونادوتروبينز اف اس اتش او ال اتش، فالجوناد سواء تيستكل او اوفرز تبتدي تطلع تستوستيرون في الميل او ايستروجين اند بروجسترون ان فيميل. يبقى البدايه فين؟ البيوبرتي فين؟ في الهايبوثالامس. ما بتبتديش من تحت في الجوناد، بتبتدي من فوق، من فوق الهايبوثالامس. طب ليه وانت طفل ما بيحصلش ان الجونادز تشتغل؟ لانه الهايبوثالامس بتبقى هايلي سنسيتيف، بحيث التريسز اوف تستوستيرون اللي تريسز اوف تستوستيرون اللي طالع من التستكل في حاله الميل، او التريسز اوف ايستروجين اند بروجسترون اللي طالع من الاوفرز في حاله الفيميل، كافية انها تعمل فيدباك انهيبيشن توقف الهايبوثالامس وبالتالي البيتيوتري. يبقى ايه سبب البيوبرتي؟ ستوبج اوف انهيبيشن، ان هذا الفيدباك انهيبيشن عند البيوبرتي، الحساسية المفرطة للهايبوثالامس للتريسز من التستوستيرون في حالة الميل او الايستروجين في حالة الفيميل اللي كانت موقفاها، اللي كانت موقفاها، بيحصل stoppage of inhibition. ليه؟ لان السنسيتيفيتي بتاعت الهايبوثالامس بتقل في لحظه البيوبرتي لاسباب كثيره يطول شرحها. ناس قالوا بس انا هقولها لكم، ما عليكوش الكلام ده يا اولاد، بسبب ان هو فاكر خدناهم الاندوجينس بيبتايدز اللي هم الانكفرين والاندورفين، او بسبب الكاتيكولامينز، في اسباب كثيره جدا. المهم انا عاوز تعرفوا حاجه مهمه جدا، البيوبرتي مسؤوليه الهايبوثالامس مش مسؤوليه الجونادز. دي اهم جمله، البيوبرتي مسؤوليه الهايبوثالامس. البيوبرتي بتبتدي بان الهايبوثالامس تبتدي تطلع جونادوتروبين ريليسنج هرمون، وعليه تستجيب البيتيوتري تطلع جونادوتروبينز اف اس اتش او ال اتش، وعليه يستجيب الجونادز يطلعوا تستوستيرون في الميل، و اوفرز تطلع ايستروجين اند بروجسترون ان فيميل. ليه في الطفل ما بتحصلش الكلام ده؟ لان الهايبوثالامس بتبقى هايلي سنسيتيف، بحيث اي محاوله من الجونادز انها تطلع تريسز بتوقف الهايبوثالامس، بتعمل لها فيدباك انهيبيشن. يبقى ايه سبب الانسلو بيوبرتي؟ ستوبج انهيبيشن، ستوبج انهيبيشن which prevents the pulsatile release of gonadotropin releasing hormone in children. وخد بالك دي هنجيلها في المحاضره القادمه باذن الله مع الفيميل، ان الجونادوتروبين ريليسنج هرمون ما بيطلعوش بصوره كونتينوس، انما بيطلعوا بصوره بلساتايل. وهبقول في المحاضره القادمه باذن الله ليه ربنا خلاهم يطلعوا بصوره بلساتايل. طيب نيجي الابنورمال بيوبرتي بقى، هتاخد شكل ايه؟ يا اما البيوبرتي حصل بدري بريكوشس، يعني واحد بلغ الطفل او الطفله في سن 6 سنين او 7 سنين، تبقى ده بريكوشس، او البيوبرتي اتاخرت ديليج بيوبرتي، بنت عندها 17 سنه ولسه ما جالهاش المنارك اول دوره، ولد عنده 20 سنه ولسه ما حصلوش ايجاكوليشن. يبقى البيوبرتي هتاخد شكلين، يا بريكوشس يعني مبكر، يا اما ديلي. طب نيجي البريكوشس اللي هي المبكر، يوجد نوعين، في ترو بيوبرتي يعني بيوبرتي حقيقيه، وفي سودو بيوبرتي. ايه الفرق بينهم؟ في الحالتين حصل ايرلي ديفلوبمنت اوف سكندري سكس كاركترز، يعني البنت بقى منظرها بنت كده بالغه شابه، او الولد بقى منظره شاب صوت تخين شنب ده. لو مع السكندري سكس كاركترز في جاميتوجينيسيس، يعني في انتاج للسبيرم في حاله الميل او الاوفا في حاله الفيميل، يعني في قابليه للحمل، نسميها ترو بيوبرتي، بريكوشس ترو بيوبرتي. لكن لو ان السكندري سكس كاركترز ظهرت لكن في نفس الوقت لا يوجد جاميتوجينيسيس، التستكلز لا تنتج سبيرمز في حاله الميل، والاوفرز لا تنتج اوفا في حاله الفيميل، يبقى ده بلوغ كاذب، سودو
precocious puberty. تعال نشوف الأسباب. إيه سبب الـ true precocious puberty؟ إن الكوز كالآتي، إن بدأنا من النقطة الصح. النقطة الصح اللي هي قلنا إيه يا أولاد؟ اللي هي الهايبوثالامس. إن الهايبوثالامس بدأت بدري في إنها تطلع جونادوتروبين ريليسينج هرمون، فالبيتيوتري طلعت جونادوتروبينز، فالتست كيل والأوفرز طلعوا السكس هرمونز. يبقى البداية كانت في النقطة الصح. يبقى الترو لازم تبتدي في المكان الصح اللي هو الهايبوثالامس. قلت البيوبرتي الحقيقية مسؤولية الهايبوثالامس. وده ممكن يحصل كونستيوشن، يعني في شعوب بتبلغ بدري، او حصل تيومر في الهايبوثالامس في البوستيرو هايبوثالامس، او انفكشن في الهايبوثالامس عملت لها اريتيشن خليتها تطلع جونادوتروبين ريليسينج هرمون بدري، او تيومر في الباينيال بودي، او تبقى جونادوتروبين اندبندنت، يعني جونادوتروبين ما زادتش بس عارف احنا فاهمين الريسبتورز بقى مور سنسيف للكمية الصغيرة من الجوناتروبين، يعني زاد الليوتنايزنج هرمون ريسبتور سنسيتيفيتي. طيب انما السودو بيوبرتي تعال نشوفها ايه بقى. السودو هنا حصل ورم في التسكل مثلا، فطلع خلينا نتكلم على المين مثلا كمثال، طلع اندروجين كتير قوي، او حصل ورم في الادرينال كورتكس زونا ريتيكولاريس طلعت اندروجين كتير. يبقى خد بالك بقى فكر معايا، يبقى طلع اندروجين كتير من التسكلز او من الادرينال كورتكس. هذا الاندروجين هذا التستيرون هيخلي السكه دي 6 كاركترز، الواد ده يبقى شكله بالغ تماما، صوت تخين، شنب ودق، جسم مفتول ان سوم. بس ممكن تفكر معايا بذكاء، احنا بدانا من تحت من النقطه الغلط. لما حضرتك يطلع تيومر لا قدر الله من التسكل او من الادرينال كورتكس طلع اندروجين كتير، بالنيجاتيف فيدباك هيوقف الجوناتروبين ريليسينج هرمون وعليه يوقف الجوناتروبينز، وبالتالي مفيش خلفه، يبقى نو جاميتوجينز. يبقى اقولها بطريقه سهله يا ولاد، ان البلوغ الابنورمال بيوبرتي، البلوغ الغير المرضي، هياخد شكلين، يا بريكوشيس يعني بلوغ مبكر، يا اما ديلي بلوغ متاخر. المبكر نوعان، ترو او سودو ديبندنج على ايه، اوعى تنساها مع حيات. الترو ان حصل مبكر، بس ليه هو ترو؟ لان بدانا من فوق من النقطه الصح بالهايبوثالامس او ما شبهها اللي هو البينيال بودي. طب ليه السودو؟ لان بدانا من النقطه الغلط، من تحت من التستكل او الادرينال كورتيك زونا ريتيكولاريس، طلعنا اندروجين كتير فبلغ، بس بالنيجاتيف فيدباك حصل انهيبيشن للهايبوثالامس بيتيوتري فما حصلش جاميتوجينز. الديليد بيوبرتي قلنا امتى نعتبر الولد اتاخر؟ لو لحد سن 20 ما فيش ايجاكوليشن. وامتى البنت نعتبرها اتاخرت؟ لحد سن 17 ما جالهاش الدوره، ما حصل لهاش المينارك الفيرست ميسترال سايكل، وده نسميها برايمري امينوريا. امينوريا يعني نو منستريشن. ليه بنقول برايمري؟ لو بنت جالها منستريشن وقفت يسموها سكندري امينوريا، ودي اشهر سبب ليها في العالم. ان واحده كان عندها منستريشن وقفت، اشهر سبب في الدنيا، فكر معايا تفتكر ايه؟ بريجننسي. يعني بنت عندها دوره وتوقفت، نفكر في بريجننسي انتيل برو اذروايز، ده السكندري، هنجلها في اوانيه. انما بنت عمرها ما جالها منستريشن، ده هو اللي بنتكلم عليه دلوقتي اللي هو البرايمري امينوريا. بسبب ايه بقى بيحصل ديليد بيوبرتي؟ انه البيتيوتري ما طلعتش جوناتروبين، في بان هايبوبيتيوتريزم، قلناها قبل كده في مع البيتيوتري. بان يعني يعني ممتد المرض، الايزم المرض بتاع البيتيوتري، بان يعني شمل كل هرمونات البيتيوتري او تيرنرز سندروم. طيب نيجي للوحة الأخيرة النهاردة أولاد، والتستيكولار فانكشن تيست. الأول أحب أقول لكم شوية معلومات لطيفة، إنه نسبة العقم في الميلز حوالي 5%، ومثلها في الفيميلز 5%. يبقى 5% ميل و5% فيميلز،
وعليه تتوقع نسبة العقم في البشر عموما تبقى كام؟ فكر معاه، تبقى تقريبا 10%، لانه مش 5% العقماء هيتجوزوا 5% العقيمات، كانت كده تبقى 5%، لكن ما كل واحد بيضاع واحد قصاده، فنسبة العقم في المتوسط 5% ميل و 5% فيميلز. وهقول حاجة في مزاح لازلت افتكرها طالب، وانا مرة بشرح موضوع العقم سألني يا دكتور هو العقم وراثي؟ وحتى لقيت عدم الطلبة مستنين الإجابة، إنما كانت يعني حاجة فيري فاني، يعني إزاي يا بابا يبقى العقم وراثي؟ يعني إزاي يعني واحد عقيم اتجوز واحدة عقيمة فخلفه واد عقيم؟ إيه العبط ده؟ إيه الهبل ده؟ عشان تقولي العقم وراثي، إيه العقم وراثي دي؟ طيب تعالى إحنا دلوقتي النهاردة هنختص بالرجل العقيم، وبدل ما أشرح التس بطريقة بورينج مملة هشرح بطريقة لطيفة. نتصور نجالنا مستر اكس عنده عقم، واحنا قاعدين عاملين كونسولت، فهنسأل هو عنده ليه هايبوجوناديزم؟ يا اما الخلل في التستكل يبقى برايمري هايبوجوناديزم، يا اما التستكل مش شغالة كنتيجة لخلل في الهايبوثالامس ما بتطلعش جوناتروبين ريليسينج هرمون، او في البيتيوتري ما بتطلعش جوناتروبينز، يبقى سكندري. نعرفها ازاي؟ سهل قوي، نقيس الجونادوتروبينز ان يورين، يورينري جونادوتروبينز. لو ان التست كيل بايظه يعني برايمري هايبوجوناديزم، يبقى في محاوله التست كيل يعني في الهايبوثالاموس والبيتيوتري بتحاول تشغلها ومش قادره تشتغل، فهتنتج جونادوتروبينز اكتر، يبقى هنلاقي اليورينري جونادوتروبين زادت. ليه؟ افهم، لانه التسكل ما بتطلعش تستوستيرون، يبقى ما فيش نيجاتيف فيدباك انهيبيشن، يبقى لو الخلل في التسكل هنلاقي الجوناتروبينز عاليه جدا البرايمري. لكن لو ان فكر معايا الخلل في الهايبوثالاموس ما بتطلعش جوناتروبين ريليس، او في البيتيوتري ما بتطلعش جوناتروبينز، يبقى في هاتين الحالتين اليورينا جوناتروبينز هيبقى قليل. يبقى مستر اكس اول تجربه هنقول له من فضلك عاوزين نحدد انت اللي بايظ عندك الـ 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 القياده اللي فوق الهايبوثالاموس بيتيوتري اللي هم المفروض يطلعوا جوناتروبين ريليسينج جوناتروبين هرمونز، ولا اللي بايظ عندك تحت التسك لا تستجيب لجوناتروبينز؟ نقول له اسلنا الجوناتروبينز ان يورين، لو ان اللي فوق بايظ يبقى مش هيطلع جوناتروبين في السكند هايبوجوناديزم، هيبقى فيه نقص في الجوناتروبينز. اما لو التسكل هي اللي بايظه يبقى دول بيطلعوا جوناتروبينز كتير والتسكل ما بتستجابش، ما فيش فيدباك انهيبيشن، فيزيد اكتر جوناتروبينز. طيب طلع مستر اكس بتاعنا عنده الخلل في التسكل، فهنسال روحنا سؤال، طب هل التسكلز هاف جوت تو فانكشنز، سبرماتو جينيسيس اللي هو السيمينيفرس يقول تعمل سبيربس، او اللي هي اكسوكراينال فانكشن، او اندوكراينال فانكشن اللي هي التستوستيرون برودكشن، اللي هو خد بالك مش عاوز عبط، اللي هو مهم جدا للسبرماتوجينسيس، بدليل ان هو ربنا خلى الشيء لزوم الشيء، يعني الانترستيشال سيلز موجوده بجوار السيمينيفرس سيلز، فاحنا عاوزين نعرف ما بيخلفش ليه، هل مفيش تستوستيرون مفيش الاندوكراينال فانكشن وعليه مفيش سبيربس لان التستوستيرون مهم للسبرماتوجينسيس، ولا اساسا السبرماتوجينسيس بايظه الجاميتوجينيك فانكشن هي اللي بايظه؟ فنقول له اسلنا ال17 كيتوستيرويد في اليورين اللي هو الاند برودكت اوف تستوستيرون. فلو لقينا ال17 كيتوستيرويد ناقص وهو ما بيخلفش خلاص، يبقى نقول ان هذا الشخص ما بيخلفش بسبب نقص التستوستيرون. لقينا التستوستيرون نورمال وهو استرايل ما بيخلفش، ما نقولش يبقى نورمال، التستوستيرون نورمال بس ما بيخلفش، يبقى العيب هنا فين بقى؟ في الجاميتوجينيك فانكشن. طيب تالت تجربة ممكن نقيس نفس الكلام ده اللي هو الجوناتروبين والتستوستيرون، بدل ما نقيسهم في اليورين نقيسهم في البلاد، وقلنا في البرايمري والسكندري هايبوجوناديزم في الحالتين التستوستيرون قليل هايبوجوناديزم،
بس لو انه الخلل في التست كيلز الجوناتروبينز هتبقى زايده، لو الخلل فوق في الهايبوثالاموس والبيتوتري الجوناتروبينز هتبقى ناقصه. طيب طلع الخلل في الجاميتوجينيك فانكشن، بقول له بقى من فضلك ادينا عينة سيمن نفحصها بقى. يعني شايف التضرب؟ ادينا عينة سيمن. وهذه التجربة يا أولاد هي من أهم التجارب في العالم، لأن في أي شخص عاقل بيحترم نفسه ميل ما يصحش يروح يتجوز إلا لو عمل سيمن أناليس. مفيش داعي يشحطط بنات الناس معاه على الفاضي. يبقى اتأكد من الأول هل هو ممكن هيخلف، في احتمال يخلف مش مؤكد يعني، ولا 100% مش هيخلف، يبقى يتفق مع معاها مسبقا يقول لها انا عندي مشكله، او زي ما بقول يعني واحد عقيم يتجوز واحده عقيمه يخلفه ولا عقيم عشان عقمه راسي يعني بالطريقه يعني. لكن برضه عاوز اقول نقطه مهمه هنا ده، انه ساعات شخص يعني يبقى عنده سب فيرتيليتي يعني عنده الخصوبة قليلة، لما يتجوز بنت فرطايل عندها خصوبة عالية يخلفها. يعني ساعات اتنين ما بيخلفوش، لما يسيبوا بعض وكل واحد يتجوز كلن على حدة يخلف. بتبقى الحالة دي ايه؟ ان هما الاتنين عندهم سب فرتيلتي، خصوبة ضعيفة. فلما اتجمعوا هما الاتنين مع بعض ما خلفوش. لكن لما كل واحد يروح مع واحد بوتنت كويس يخلف. ساعات بنشوف دي. نيجي بقى للسيمن أناليسيس. قلت التجربة التي يجب أن تجرى على كل الميلز في العالم، يعني هذه التجربة عشان تبقى فاهم أهميتها لابد أن تجرى على مليارات، ما هو نص العالم ميلز، فيش ميل صح يتقدم للزواج قبل ما يعمل this very simple test اللي هو سيمن أناليسيس. هنحفظها بطريقة لطيفة كل اثنتين مع بعضين. الفوليوم مفروض السيمن يبقى حجمه 2-4 ملي لترز بير إيجاكوليشن، خلاص. طب والنمبر بيبقى فيه من 80 ل 100 مليون في كل ملي لتر. يعني لو مثلا فرضنا انه 4 ملي لتر كل واحد فيه مليون، يبقى العدد 400 مليون. انا افتكر في زماننا يا اولاد لما كنا طلبه في مثل سنكم، كان استاذ فاضل يقول لنا ان الايجاكوليشن الواحده فيها عدد سكان الهند في اوانها، في اوانيها كان الهند مش 1.2 مليار، كان 400 مليون. فمفروض الشخص من 2-4 ملي لتر في الايجاكوليشن، والملي لتر السنتي الواحد فيه من 80 ل 100 مليون بير ملي لتر. لو العدد تحت 50 مليون في الملي لتر، يبقى الشخص ده اللي انا حكيت لكم عنه سب فيرتايل، خصوبه ضعيفه. عشان يخلف لازم يتجوز واحدة عندها خصوبة قوية، لكن لو هو صفر طايل وهي صفر طايل ما يخلفوش. طب لو العدد تحت 20 مليون ده مش يبقى خصوبة ضعيف، يبقى انفرتايل ما يخلفش خالص. حتى واحد يقول لي 20 مليون واحنا محتاجين سبيرم واحد وما يخلفش، هنقولها في محاضرات الفيميل. ايه لازمة الملايين دي لما هو وان سبيرم بس هو اللي هيعمل فيرتلايزيشن؟ طب لو ما فيش ولا سبير ولا سبيرم في السيمن اناليسيس، نسمي ده ازو سبيرميا، ازو يعني نو سبيرمز. وعلى فكره هنا ممكن يبقى السبب اوبستراكشن في الداكتس، اصل حاجه برضو غريبه قوي، معقوله يعني ايجاكوليشن ولا سبير ولا سبيرم؟ فممكن يبقى اوبستراكشن. يبقى خدنا الفوليوم والنمبر، نيجي ناخد السبيسيفيك جرافيتي مع الموتيليتي. سبيسيفيك جرافيتي وقلنا ايه هي السبيسيفيك جرافيتي؟ اللي هو وزن 1000 سنتي ميه مفروض يبقى 1000 جرام، فالميه هي الريفرنس، بنقول السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الميه 1000. يعني ايه يعني السبيسيفيك جرافيتي 1000؟ يعني ال 1000 سنتيمتر مكعب يزنه 1000 جرام. طبعا مش هنجيب 1000 في حاله السيمن، يعني بالقياس السبيسيفيك جرافيتي 1028. يعني لو خدت 1000 سنتي سيمن هتلاقي وزنهم 1028. طب لو زاد السبيسيفيك جرافيتي معناها ان السيمن لزج، في زياده في الفيسكوستي، وده ينقص الموتيليتي. لما يبقى السيمن لزج يبقى السبيرم مش عارف تتحرك، عشان كده خد السبيسيفيك جرافيتي مع الموتيليتي. مفروض بعد 6 ساعات من الايجاكوليشن يبقى في 60% من السبيرم اكتيفلي موتايل. حتى انا اخترت العدد ده لسهولته يا اولاد،
بعد 6 ساعات لازم في كل 10 سبيرم وانت بتتفرج في الهاي باور فيل تحت الميكروسكوب في كل 10 تلاقي 6 بيتحركوا بعد 6 ساعات. الحقيقه في 3 ارقام لهواه الحفظ، يعني يقول لك ايه بعد ساعه لازم يبقى في 80% بيتحركوا. اسهل واحده بعد 6 ساعات 60%. طب بعد 24 ساعه لازم يبقى في 10%، يعني في كل 10 في سبيرم بيتحرك. ده النورمال موتيليتي. طب والموتيليتي لازم تبقى ايه؟ لازم السبيرم يمشي على الاقل 3 ملم بير مينيت. 3 ملم بير مينيت. هناخد 5 مع 6. فاكر قلنا مصدر الفراكتوز اللي هو السيمينال فيسكل. السيمينال فيسكل اللي بتطلع 60% من السيمن، من حجم السيمن، بتكونتريبيوت، بتساهم بالفراكتوز اللي هو غذاء السبير. والبروستيت قلنا مسؤول على الالكالينتي، البي اتش، هي بتخلي البي اتش بتاع السيمن الكالين 7.3 ل 7.5. الفراكتوز لازم يبقى 150 ل 650 ملي جرام بيرسنت. ما عليكوش الرقم ده، بس بقوله للزملاء الاصغر سنا واللي عاوز يعرف. لا، امتى يبقى في مشكله؟ لو نقص الفراكتوز عن 135، هو نورمالي من 150 ل 650 ملي جرام بيرسنت، تحت 135 هيبقى في مشكله. طب البي اتش بتاع البروستيت لازم يبقى الكالاين بتاع السيمن. ليه؟ لان قلنا ده بينيوترلايز حاجتين. ما تقوليش ينيوترلايز الفيميل فاجينا، لا، قلت لك المحاضره اللي فاتت، وينيوترلايز الميل يوريثرا. يبقى خدنا لحد دلوقتي 6 نقط، الفوليوم مع النمبر 2 ل 4 سنتي، والسنتي فيه 100 مليون، ادي 2. سبيسيفيك جرافيتي مع الموتيليتي، ان السبيسيفيك جرافيتي 1028 لو زادت تنقص الموتيليتي، والموتيليتي مفروض بعد 6 ساعات 60%، تدي على الاقل مثال واحد بعد 6 ساعات 60% اكتف من المطايل بمعدل 3 ملي بير مينيت. وبعدين خدنا 5 مع 6، السيمينال فيسكل بروسس، السيمينال فيسكل بتدي الفراكتوز، لازم يبقى 150 ل 650 ملي جرام بيرسنت. امتى في مشكله؟ لو تحت 135. والبي اتش بتاعت السيمن لازم تبقى الكالاين اللي بيدي يعملها البروستيت 7.3 ل 7.5. نيجي نمرس رقم 7، سبيرم كواليتي. كل ميل، كل نورمال ميل، نورمال ميل، كل ذكر طبيعي، افتح ودانك، عنده ابنورمال سبيرمز. يعني كل واحد طبيعي بيطلع ابنورمال سبيرمز، اللي هو سبيرم عنده تو هيدز، عنده تو تيلز، عنده بيفت تيل يعني مشقوق، او دورف قصير قوي، او جاينت سبيرم. كل دي ابنورمال شيبس موجوده عند كل الميلز الطبيعيين، بس ما يصحش تزيد عن 25%. الابنورمال شيب دي لازم تبقى اقل من 25%، اكتر من 25% هيبقى فيه مشكله. تعمل نقطه كلر بتاع السيمن بيبقى وايت وباليسنت، يبقى وايت ويعني فيه اوبيك. طيب لو طلع العيان عنده ازوسبيرم، يعني قلنا يبقى هنا في مشكله، مش معقوله ما فيش ولا سبيرم في السيمن الس، يبقى ربما يكون في اوبستراكشن. طب نعرف دي ازاي؟ ناخد تستيكولار بايوبسي، عينه من التستيكل، حته مثلث صغير كده قوي قوي، بناخده من التستيكل. فاكر اقول لكم حاجه يعني في مزاح كده، لما كنت بشتغل نائب في القصر كان عندنا كده كل يوم ثلاث نجيب العيانين اللي عندهم ازوسبيرميا عشان ناخد منهم عينه من الخصر. فكانت تبقى الليسته فيها 20 عيان، لما اروح الاقي ما فيش اكتر من 5 عيانين. راحوا فين بقيه العيانين؟ قالوها البعض بطريقه خطا، انا قلت هاخد عينه من الخصيه. هما يقولوا البعض الدكتور قال هياخد الخصيه عينه. انا ما قلتش كام الفرق ده، مش هاخد كل الخصيه عينه، انا قلت عينه من الخصيه. حته مثلث صغير قوي كده ملي ولا حاجه. بناخده من التسكر حتى ليه مثلث عشان بعد كده بنقرب ضلعين المثلث عشان ما يحصلش بليدي. عمليه اندر لوكال انستيزيا سهله جدا. وبعدين افحص العينه دي تحت الميكروسكوب. لو ان مليان التستيكل سيمينيفرس تيبيولز تحت الميكروسكوب مليانه سبيرمز، يبقى جوه في سبيرمز وبره ما فيش سبيرمز. يعني جوه في السيمينيفرس تيبيول في سبيرمز وبره ما فيش سبيرم، في ازوسبيرم، يبقى 100% ده عنده اوستراكشن. طيب لو جوه ما فيش سبيرمز وبره ما فيش سبيرمز،
يبقى ده نوبة ميتوجينيك فانكشن، ده حرام يضيع فلوسه. خلصت القصة، خلصت ستوريز اندد، لان لا في جوه سبيرم ولا في بره سبيرمز، يبقى مفيش اوبستراكشن. واحد يقول طب وفرق فيه اوبستراكشن، دي معلومات ليك يا اولاد، بنشيل اوبستراكشن. بس اقول لك حاجه، نسبه نجاح العمليه ضئيله، يعني حتى بعد ما تشيل اوبستراكشن اذا ما كانش الاوبستراكشن ده فيري ايرلي واكتشفته مبكرا جدا وشيلته ما بتنفعش العمليه، مع ان مفيش اوبستراكشن. واحد يقول لي ليه، انا قلت لكم لان لو في اوبستراكشن يا اولاد بيحصل ارتجاع لمكونات سيمن للبلد. تخيل الضغط مقفوله وفي سبيرمز، فالبريشر جوه الضغط بيعلى لان السكه مقفوله، فبيحصل ارتجاع للسبيرم البلد. وانا قلت ان الاميون سيستم بتاعك ما يعرفش، عمره ما شاف السبيرم، فلو حصل اوبستراكشن وارتجع مكونات السبيرم البلد، الاميون سيستم هيعمل ضدها انتي بوديز هتقتل السبيرم اولا باول فور تكونها. يبقى فرصه ان الاوبستراكشن يخف لما نشيله لازم يبقى فيري ايرلي اوبستراكشن. دول التجارب الاساسيه اللي بنعملها اللي هي التستيكولار فانكشن تيست. قلت تخيلنا مستر اكس، عملنا عليه كونسولتو وقلنا الراجل ده عقيم. هل يا جماعه البوظان في الهايبوثالامس والبيتيوتري يعني سكند هايبوغوناديزم ولا في التسكل برايمري هايبوغوناديزم؟ هل هو سكند هايبوغوناديزم ولا برايمري هايبوغوناديزم؟ اسنا الجونادوتروبينز في اليورين وفي البلد، في اليورين وفي البلد اهي. لو لقيتهم ناقصين يبقى البوظان هنا، ما هم دول اللي بيطلعوا الجونادوتروبين والجونادوتروبين ريليس، يبقى ده سكندري. لقيتهم زايدين يبقى برايمري. طيب لو هي برايمري تسكل بايظه، السؤال مين اللي بايظ في التسكل؟ هل الانترستيشال سيلز بتطلع التستوستيرون اللي هو مهم لعمل سبرماتوجينيسيس، ولا السيمينيفرا ستيمول اللي بتعمل سبرماتوجينيسيس؟ نقيس الاند برودكت بتاع التستوستيرون في اليورين. من هو الاند برودكت؟ من هو ناتج التستوستيرون في اليورين؟ 17 كيتوستيرويد. لقيناه ناقص يبقى التستوستيرون ناقص، يبقى الراجل ده ما بيخلفش عشان ما عندوش تستوستيرون، نديله تستوستيرون، ده بيبقى حاله سهله. لقيناه نورمال يبقى 100% التستوستيرون براءه، الانترستيشال سيلز براءه، يبقى العيب في الجاميتوجينيك فانكشنز في السيمينيفاستيول. في الحاله دي خد لي عيان سيمن، بناخدها بالماستربيشن بالعاده السريه دون استخدام صابون، لان الصابون بيبوظ عينه، الصابون بيأثر على السبيرمز، يعني يعمل ماستربيشن الميل عشان يجيب لنا السيمن من غير صابون. وبعدين درسنا فيها الثمان نقاط، الفوليوم مع النمبر 2-4 سنتي، والسنتي فيه من 80 ل 100 مليون، وبعدين السبيسيفيك جرافيتي 1028، ولو زادت الموتيلتي تقل، مفروض بعد 6 ساعات يبقى في 60% موتايل على الاقل بمعدل 3 مليمتر بير مينيت. وبعدين خدنا الفراكتوز والبي اتش اللي مسؤول عن الفراكتوز والسيمينال فيسكل اللي بتعمل 60% من حجم السيمن، وده مفروض 150 ل 650. امتى تبقى فيه خطوره؟ لو تحت 135 ملي جرام بير سم. البي اتش مفروض تبقى الكلاين 7.3 ل 7.5. وبعدين نمره 7 السبيرم كواليتي، الابنورمال شيب ما يصحش تزيد عن 25%، والكلر قلنا وايت وباليسنت. لو لقينا العيان عنده ازوسبيرميا في السيمي مفيش ولا سبيرم، خد لي تستيكولار بايوبسي وبص جوه السيمينيفرس تيبيولز، لو لقيت فيه سبيرم جوه يبقى فيه سبيرم جوه، مفيش سبيرم بره يبقى فيه اوبستراكشن، ده في ثمه امل لو كان اوبستراكشن ايرلي في انقاذه. اما لو مفيش سبيرم جوه ومفيش سبيرم بره يبقى نوبا ميتوجينيك فانكشنز، يبقى انسى هذا الموضوع كده يا اولاد. يبقى خلصنا وبصوره جيده الميل ريبرودكتيف سيستم كويس، وباذن الله هنستأنف في المحاضره القادمه الفيميل ريبرودكتيف سيستم، هو الاهم لفهم امراض نساء ولاده، لازم تبقى فاهم الفيميل ريبرودكتيف سيستم. ومره اخرى بذكركم ان هذه المحاضرات لمسانده ولصالح الاطفال من المصابين بالسرطان، فاذا انت لقيت ان انا سهلت عليك حاجه بهذه المحاضرة من فضلك سهل على هؤلاء الأطفال
بمكالمة لم تكلفك إلا النذر القليل، ولكن قد تكون أنت مع زميلك مع آخر هتؤدي حاجة في الآخر، هنعمل حاجة. أشكركم على حسن إنصاتكم وعلى وقتكم وعلى مساندتكم لهؤلاء الأطفال، وأرجو لكم حظ سعيد وألقاكم قريبا جدا بإذن الله. شكرا.